عم سيد، احنا هنا واقفين في وسط بقى العربيات، العربيات الكارتات يعني. تمام. ده المجموعه برضو ما شاء الله كبيره جدا. كل حاجه عشان ما يجي في عمل، خد بالك، بيبقاش عندي حاجه ناقصه، ويبقى عندي حاجتي تكمل العمل كله، كان كريتات او فيتون او حنطور ملكي، كله موجود عندي متوفر للاعمال. يعني مثلا دي الكاريته اللي احنا قدامنا دي، دي كاريته من سنه كام مثلا؟ لا دي قديمه الحاجات دي، خد بالك سنه 1884 85 حاجه كده. والجميله البعكوكه الصغنطوطه البيضة دي برضه كل ده قديمه، كان دي قبل العربيات، الحاجات دي اتعملت قبل العربيات، مش تشريفه والعربيات شغاله. بعد كده اختراعات العربيات بعد الحناطير. ودي مثلا ايه؟ دي عربيه ملكيه فرنساوي، دي بتطلع في كل الافلام التاريخيه، كل الحاجات التاريخ كلها، قطاع الطرق يقطعوا الطريق ويخشوا يسرقوا الناس اللي جوه ويتعدي بالخير وبتاع. ايوه كان في، خد بالك، بيوسعوا للملك معدي بثمانيه خير، ويجيبوا كرسي شاموا كده ولا كرسي قطيفه ويحطوه تحت والناس تدوس عليه، وبيبقى فيه اثنين حراس بيشعبطين من ورا عشان ممكن يجروا جنبهم كمان. وفي اللي بيجري طبعا، وفي اللي واقف ورا بيفتح الباب عشان ننزل يفتح البالك الباب لجلالة الملك. ما فكرتش تشتغل في الملابس القديمه كمان يا عم سيد؟ يعني ستايل بتاعك بيدل على انك بتحب الحاجات دي. انا بحب كل حاجه قديمه، وعامل نفسي اعمل حاجات ليا انا قديمه بلبسها في الشغل بس انا مش غاوي اعمل حاجه للعمل كله. انت طبعاً بتحب العربيات؟ ليه بتلبس طربوش؟ ليه بتلبس انا عصري كله قديم كله، وبشتغل كله قديم، وبحب الحاجه قديمه، حتى التفصيل بتاعي كان حاجه جاهزه او عربيات او اي حاجه قديمه. حتى اولادي كنت باخدهم اروح اوديهم المدارس وهم في الحضانه برضه بالعربيات القديمه، كان الناس بتتفرج عليا وانا بديهم، وراح اوديهم الحضانه وبرجع اجيبهم المدرسه والحاجات دي كلها. العربيه الجميله اللي احنا قدامها دي، دي بتاعت دفن موتى، صح؟ دفن موتى، دي انا جايبها برضو عشان اكمل شغلي. ما جينا خد بالك في البنت من شبرا، كانت العربيه كانت لسه عطلانه، وكان نفسه ياخدوها الاستاذ جمال عبد الحميد خد بالك المخرج، وكان العربيه دي بس كان طالبينها في العمل، بس كانت لسه عطلانه ولسه بوظف فيها، وكان هيموتوا عليها. قلت معلش هجيبها ازاي العربيه بايظه خالص؟ هي كنت عندك منين؟ بجهزها. انا بص اي حاجه انا بجهزها بدل الوسط الفني بجيبها، بجهزها ما بقولش حد لا حاجه، لا اي حاجه قديمه. هم طلبوا منك؟ طلبوا، كانت لسه عطلانه. بس كانوا شافوها عندك ولا هم طلبوا؟ شافوها وهي عطلانه. وكانوا عاوزين اعملها شفتوا فيها؟ قلت مش هلحق اعملها طبعا، عشان كده معايا بقى ايمن برضه خد بالك دلوقتي برضه بيمشي بالشغل بتاعي والحاجات دي كلها، بيراعي كل الحاجات دي كلها، بيطلع في الاعمال. انا عايزه بقى اشوف ايمن، اتاكد ان الموضوع ده فيه استمراريه. موجود موجود. تعالى يا ايمن. ازيك يا ايمن؟ ازيك يا استاذ؟ اخبارك ايه ايمن؟ الحمد لله تمام. اخبار حضرتك؟ انت بخير الحمد لله. ايمن سيد سيم. تمام. انجبت يا عم سيد. انت غاوي برضو يا ايمن زي عم سيد كده؟ ما يعني انا اتولدت اصلا في وسط العربيات الكلاسيك دي، وحبيتها من وانا طفل صغير، وبدات انزل معاه الشغل من وانا في الدراسه، ولما خلصت تفرغت تماما للشغل معاه. وكان يروح يجيبكم المدرسه فعلا بعربيات قديمه؟ عمرك ما قلت له يا بابا هات لنا عربيه بتكييف كده جديده، عايزين نقفل بزرار الكهرباء ونفتح بزرار الكهرباء؟ لا كنا بنقوله احنا صغيرين، بس لما كبرنا ويعني لما كبرت وعرفت قيمه الحاجه دي، لا الحاجه دي احسن من العربيات الحديثه بكتير. حتى بالنسبه لك؟ انا لحد دلوقتي ما بركبش عربيات حديثه، بركب عربيات قديمه. انت عندك ولاد يا ايمن بيحبوا برضو العربيات القديمه؟ معايا معايزه بيحب العربيات الكلاسيك. يعني انت ابنك هتعلمه المهنه دي؟ طبعا لازم. متعلم دلوقتي؟ متعلق. ما هي الشغف ده لازم يتولد من وانت صغير. طب انت طورت البيزنس ده، يعني هو طبعا فن وبنصور بنسجل مع السينما وكل حاجه. تمام. بس انا اعرف مثلا ناس كتير قوي هاويه غاويه تقتني القديم ده. تمام. ما اروحش لعم سيد ولا لايمن اقول له ايمن والنبي انا نفسي في عربيه مثلا جاكوار 68. تمام. القطه دي. يعني ما يجيلكش حاجات ناس كده؟ لا بيجي كتير، بس احنا مش بنبيع يعني، دي عده شغل تعتبر، يعني هي هوايه الاول، بعد كده دلوقتي بقت خلاص حاجة الشغل. أي عربية بنفرط فيها مش هتنفع، مش هنيجي تاني، مش هنلاقيها تاني، فلازم الحاجة دي تبقى موجودة عشان نعرف نستمر ونكمل ونحافظ على الاسم اللي بقاله 50 سنة. ما تلموش من الأقاليم، أنا بشوف في الأقاليم بنجيب من كل حتة، من الصعيد ومن الأرياف ومن كل حتة. العربيات كانت متوفرة في كل حتة في جميع الأرياف كلها، دلوقتي عجل خلاص قل دلوقتي وتكسر كتير، ويقول لك لا قطعت عربيات كتير وعربيات سافرت كتير. العربيات قلت جدا بقى، خد بالك ما فيش دلوقتي. وبحاول أنا أي عمل حتى عربية مش موجودة عندي واتطلبت بحاول بدور عليها واجيبها عشان برضو اكمل العمل. بس تكمل اسطول السيما. مش لتجاره السيارات خالص، اسطول السيما. ما نبيعش خالص، احنا بنشتري بس. الاميريه بتعملوا فيها ايه؟ ورشه.
ورشة للتصليح، ورشة خاصة للتصليح، ورشة خاصة للتصليح العربية بتاعتي بس. وانت بتفهم برضو في الميكانيكا يا أيمن؟ انا بشد العربية من الالف للياء، يعني بعرف اشد العربية من اول السمكرة لحد لما تخلص خالص، لكن مش ميكانيكي اللي هو افهم في الموتور بس الحاجات الصغيره بعرف اعملها، يعني ظبط العربيه مش عارف ايه. وعندكم بقى صنايعي بتاع يلمع نواكل؟ كل طبعا حاجة، كل لازم حاجة. ورشه متكامله، ورشه متكامله، ورشه خاصه متكامله لينا. وشاطرين عارفين قيمه الحاجه دي طبعًا. منجد مخصوص، سروجي مخصوص تشتغلوا معاه. هي العربيه دي مش اي صنايعي بيشتغل فيها، مش اي حد، مش اي حد. في حاجه بالنسبه لحد كهنه قديمه، وفي حاجه بالنسبه لحد تحفه. طبعا طبعا، مش كده؟ طبعا. بص يا عم سيد، في نهايه حديثنا هنعمل بدل كده، بدل هدايا. تمام. احنا على طول معانا فنان زميلنا بيعمل بورتريه لضيوفنا، بس انا دايما بديه للناس وبتشكر وامشي على طول. انا بقى عيني على حاجه في المره دي. تمام. انا هديك الصوره البورتريه وانت هتفسحني بالعربيه اللي تعجبك من دي. عينيا، نفسي اتمشى كده زي زي علشانك انت يمكن قريب. ماشي ميرسي ميرسي يا عبد الله. الله 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 الله، جميله جميلة. عجبتك يا عم سيد؟ صلى على النبي، حلو قوي. اللهم صل عليك يا نبي. بص حلوه ازاي ولونها لون بدلتك بتنجاني. اشكرك يا ست الكل. اشكرك يا ست الكل. ميكانيكي غاوي الشراء والبيع، وكل صنف وليه زبون. عايش في وسط العربيات، عمل بماركتهم كونه. غاوي تحف علشان فنان، فنان برتبة ميكانيكي. غاوي يجمع عربيات على الطراز الكلاسيكي.